وسهلا بكم أعزائنا متابعي فضائية العراق التربوية، وأهلا بطلاب الثاني متوسط في الدرس الأول من مادة الاجتماعية. طبعا احنا اليوم راح نتناول الدرس الأول عن الموقع العالم العربي وعن مساحة العالم العربي. من أذكر كلمة العالم العربي يعني أقصد بالوطن العربي. راح ناخذ بالبداية الموقع للعالم العربي سواء كان موقع فلكي أو كان موقع جغرافي. الموقع الفلكي يقع العالم العربي بين دائرتي أرض 2 درجة جنوب خط الاستواء و 37 درجة شمالا، يعني هاي الشيء معناها أقصد بها شمالا، الجيم هو جنوبا، بين دائرة أرض 2 درجة جنوب خط الاستواء و 37 درجة شمالا، إضافة إلى بين هذه دوائر أرض وخط طول، خطي طول بين 17 غربا وشرقا. طبعا 17 خط اللي هو غربا يكون و 60 شرقا، هذه خطوط طول. أما كدوائر أرض من 2 درجة جنوب خط الاستواء إلى 37 درجة شمالا، هذا كموقع فلكي، يعني فلكي نقصد به دوائر أرض وخطوط طول. أما بالنسبة إلى الموقع الجغرافي، موقع الجغرافي بالنسبة للعالم، إذا راح يقع عندي بين يقع في القسم الجنوب الغربي من قارة آسيا، ويقع أيضا القسم الشمالي من قارة أفريقيا. إذن هو راح يمتد بين المحيط الأطلسي غربا والخليج العربي شرقا. هذا احنا أخذنا امتداد العالم العربي فلكي وجغرافي. إذا كان فلكي نقصد به دوائر أرض مع خطوط طول، أما إذا كان موقع جغرافي نقصد به موقع العالم العربي بالنسبة إلى العالم من القارات. إذن راح يكون عندي القسم الجنوب الغربي من قارة آسيا والقسم الشمالي من قارة أفريقيا. مما هذا الموقع اللي صار عندي هنا بالنسبة إلى راح يشغل عندي مركز القلب بالنسبة إلى القارات العالم الثلاثة اللي هي آسيا، طبعا هاي نسميها قارات العالم القديم الثلاثة اللي هي آسيا وأوروبا وأفريقيا. هذا صار عندنا موقع فلكي إضافة إلى الموقع الجغرافي. خلينا نشوف أهمية الموقع، موقع العالم العربي اللي هو نقصد به الموقع الجغرافي. أولا إنه حلقة وصل بين شرق العالم وغربه، إذ تمر منه معظم الطرق البرية والجوية والبحرية. نقطة ثانية، إشرافه على العديد من الممرات البحرية اللي نقصد بها المضايق، التي سهلت حركة التبادل التجاري بينه وبين أرجاء العالم كافة، مثل هذه المضايق مثل مضيق هرمز وقناة السويس وباب المندب وجبل طارق وتيران. يقول هنا لاحظ الخريطة، احنا هسه راح نسوي هذه المضايق على الخريطة. ثالثا، إشرافه على العديد من المسطحات المائية هي البحر المتوسط، البحر الأحمر، المحيط الأطلسي، المحيط الهندي، بحر العرب، الخليج العربي، وهي بامتدادها تقترب وتجتمع رؤوسها في قلب العالم العربي، وتتصل في الوقت ذاته اتصالا مباشرا بالمسطحات المائية العالمية الكبرى كالمحيط الأطلسي غربا والمحيط الهندي شرقا. ممكن هذا يكون سؤال، ما أهمية موقع العالم العربي؟ إذا راح يشرف عندي على مسطحات مائية، كثير من هذه المسطحات المائية المحيط الأطلسي والخليج العربي والمحيط الهندي وبحر العرب وكثير من هذه المسطحات المائية، إضافة إلى ذلك وجود المضايق الممرات المائية. هسه احنا راح نلاحظها على الخريطة، هذه المضايق
إضافة إلى ذلك راح يصير عندنا حلقة وصل يصل العالم الشرق مع الغرب، فتسهل هنا الطرق البرية والبحرية والجوية. خلنا نأخذ هذه المضايق مثل ما ذكرنا، أولا مضيق هرمز، ثانيا مضيق تيران، ثالثا مضيق باب المندب، أربعة مضيق جبل طارق، وخامسا مضيق قناة السويس. هذه المضايق خلينا نشوف كل مضيق بين من وبين من يقع، ومن ثم نلاحظ هذه نسوي على الخريطة. مضيق هرمز يقع عندي بين الخليج العربي وخليج عمان، أما مضيق تيران يقع بين البحر الأحمر وبين خليج عقبة العقبة، ومضيق باب المندب يقع بين أيضا البحر الأحمر وخليج عدن، ومضيق جبل طارق يقع عندي بين البحر المتوسط وبين المحيط الأطلسي. آخر مضيق عندي هي قناة السويس، تقع عندي بين البحر الأحمر والبحر المتوسط. هذه المضايق خلي نلاحظها احنا نسويها على الخريطة. انا سويت لك خريطة صماء، بهذه الخريطة راح نلاحظ هنا وقوع هذه المضايق، اضافة الى اشراف المحيطات اللي يشرف عليها العالم العربي. هذا هو الوطن العربي او ما نسمى بالعالم العربي. خلنا ناخذ اول مضيق، مضيق هرمز بين الخليج العربي وبين خليج عمان. لاحظ هذا موقع الخليج العربي، إذا أريد أكتبه هذا الخليج العربي، وهذا هنا خليج عمان، وهذا هنا راح يصير عندي مضيق هرمز اللي يقع بين الخليج العربي وبين خليج عمان. الثاني راح يصير عندي مضيق تيران يقع بين البحر الأحمر، هذا البحر الأحمر، وهذا تلاحظ هذا اللي يطلع شلون كأنما مثلث، هذا خليج العقبة. هنا راح يصير عندي موقع مضيق تيران. نعم، مضيق باب المندب يقع بين البحر الأحمر، أنا مأشرت البحر الأحمر، وبين عندي خليج عدن، هذا خليج عدن، إذن هنا أنا راح يكون مضيق باب المندب. بعد عندنا مضيق جبل طارق بين البحر المتوسط، هذا البحر المتوسط، وهنا المحيط الأطلسي راح يقع هنا، هذا مضيق جبل طارق. آخر واحد اللي هو قناة السويس، هذا البحر الأحمر احنا أشرناه، والبحر المتوسط، هذه هي قناة السويس. هذه هي المضايق والمحيطات والبحار والخلجان التي يشرف عليها العالم العربي. هذا بالنسبة إلى موقع العالم العربي فلكي وجغرافي، وإلى أهمية إشرافه على العديد من الممرات والمضايق والبحار. نعم، راح أنتقل إلى شيء آخر اللي هو مساحة العالم العربي. تبلغ مساحة العالم العربي حوالي 13.53 مليون كيلومتر مربع، هذه كمساحة للعالم العربي. هذه المساحة راح تتوزع بين قارتين، تتوزع بنسبة 29.2% هذه من قارة، من القسم الآسيوي، يعني من قارة آسيا خلينا نقول، وتتوزع بين أيضا 70.8%
هذا أيضا في القسم الأفريقي اللي هي نقصد قارة أفريقيا، كمساحة كلها اللي هو يبلغ 13.53 مليون كيلو متر مربع. قسم من هذه المساحة تقع في قارة آسيا، وقسم من هذه المساحة تقع في قارة أفريقيا، يعني احنا نقول القسم الأسيوي والقسم الأفريقي. هذه المساحة الكبيرة طبعا راح توفر أهمية كبيرة في توفير أغلب احتياجات أبنائه. خلينا نشوف ايش راح توفر هذه المساحة الكبيرة. أولا توفر، فرص لإنتاج أنواع عديدة من المحاصيل الزراعية وتربية الحيوانات، هذه النقطة الأولى. ثانيا توفير إمكانيات وفرص واسعة لاستثمار الثروات المعدنية. ثلاثة، إضافة إلى موقعه استراتيجي بالنسبة للدول العربية. احنا دا نقول هذه المساحة اللي هي المساحة الكبيرة جدا اللي هي مساحتها 13.53 مليون كيلو متر مربع، وفرت هذه لأبنائه أغلب الاحتياجات. دا نقول هنا توفير فرص عمل، العفو، فرص لإنتاج المحاصيل الزراعية ولتربية الثروة الحيوانية. لاختلاف المناخ هنا، لاختلاف التربة، لاختلاف التضاريس، إذا راح تتنوع عندي المحاصيل الزراعية وتربية الحيوانات. إضافة إلى ذلك استثمار الثروات المعدنية، خلينا نشوف في كل بلد عربي وجود نوع معين من المعادن كالحديد والذهب والزئبق والألمنيوم وكثير من المعادن والنفط، طبعا هو هذا أهم شيء اللي متواجد في أغلب الدول العربية. إضافة إلى موقعه استراتيجي بالنسبة للدول العربية. خلنا نأخذ تضاريس العالم العربي. تتميز هذه التضاريس بتنوعها. أول شيء إحنا راح نقول تنوعها، إذا نقول بكونها طبيعية، لا توجد بينها حواجز أو تعرقل الاتصال بين أجزائه، أو ما تفصل جزء عن جزء عن آخر. إذن هي التضاريس هنا طبيعية اللي موجودة في العالم العربي، فما تفصل هنا جزء عن جزء آخر، نعم طبيعي، أو ما تعرقل هنا بين جزء وجزء آخر من أجزائه. إضافة إلى ذلك هنا تنوعت مظاهر السطح، مظاهر السطح راح نتنوع بين السهول وبين الجبال وبين الوديان والهضاب، فتنوعت هنا مظاهر السطح، وكثبان طبعا رملية وصحاري رملية. راح نشوف هذه المظاهر السطح تنخفض في مكان معين وترتفع في مكان معين. تنخفض عن 400 متر فوق مستوى سطح البحر. هنا راح تصير مثل شنو؟ مثل عندنا البحر الميت الذي 400 متر تحت مستوى سطح البحر، لان احنا نقول ده تنخفض تحت مستوى سطح البحر، مثل عندنا مثل البحر الميت المتواجد بين الاردن وفلسطين، وترتفع الى اكثر من 400 متر فوق مستوى سطح البحر، مثل عندي مثل جبال الاطلس المتواجدة في المغرب العربي. طبعا احنا راح ناخذ التضاريس في الدرس القادم ان شاء الله، ونشوف هذه السلاسل الجبلية المتواجدة في المغرب العربي وفي العراق وجبال بلاد الشام وغيرها. لاحظوا وياي هنا نقول العوامل المؤثرة في تشكيل اقسام السطح في العالم العربي. نعم، خلنا ناخذ هذه الاقسام وتنوع هذه التضاريس اللي ذكرناها. اولا لقد ساهمت مجموعة من العوامل الطبيعية في تنوع أقسام تضاريس سطح العالم العربي ومثلها. خلينا نشوف هذه الليزا.
ومنها أولا الحركات الأرضية الالتوائية الحديثة التي نشاهد أثرها اليوم في الأطراف الشمالية الغربية والشمالية الشرقية وشرق شبه الجزيرة العربية، والتي ساعدت على تكوين معظم السلاسل الجبلية في تلك المنطقة. إذا صارت هنا حركات أرضية، أما هذه الحركات الأرضية هذه تكون حركات التوائية، تظهر هذه الحركات الالتوائية فتؤدي إلى وجود السلاسل الجبلية. وين متواجدة هذه السلاسل الجبلية؟ في الأطراف الشمالية الغربية والشمالية الشرقية وشرق شبه الجزيرة العربية. ثانيا حركات التصدع والانكسار والهبوط، طبعا احنا هنا ايضا هذا مظهر طبيعي، صار تصدع وانكسار وهبوط واندفاع كتلة العالم العربي التي امتدت من اقصى جنوبه الى اقصى شماله، فقسمت العالم العربي الى قسمين يقع بينهما منخفض اخدودي انكساري تملأه اليوم مياه البحر الاحمر وخليج العقبة والبحر الميت. ثالثا عوامل النحت والإرساب بواسطة الرياح والمياه الجارية، والتي كان لها الأثر الأكبر في تشكيل سطح المناطق الداخلية من العالم العربي، والتي تمثلت في الصحاري الواسعة والسهول الساحلية والرسوبية. لاحظوا وياي احنا ايش نقول هنالك عوامل أثرت في تشكيل أقسام سطح العالم العربي. أولا ذكر لي اللي هي الحركات الالتوائية، تحصل في الأرض حركات التوائية، هذه الحركات ينتج عنها وجود سلاسل جبلية. وثانيا حركات تصدع وانكسار، راح يصير عندي انكسار في القشرة الأرضية. من صار عندي انكسار هنا امتد العالم العربي من أقصى جنوبه إلى أقصى شماله، فانقسم العالم العربي عن طريق شنو اللي انقسم عندي؟ عن طريق البحر الأحمر وخليج العقبة والبحر الميت. صار معناها يعني صار الأرض متباعدة، لكن شنو اللي صار بيناتهم؟ صار عندي البحر الأحمر وخليج العقبة والبحر الميت. فهذا الانكسار طبعا هو انكسار اخدودي انكساري. ممكن حتى اذا نريد نشوف هنا نريد ينطيني تعريف، يصير عندي مياه البحر الاحمر وهو اللي صار عندي نقول من حركات التصدع والانكسار والهبوط ادى الى اندفاع كتلة العالم العربي فكون الاخدود الانكسار. ثالثا عندنا عوامل النحت والارساب، لازم يصير عندي عوامل النحت اما بفعل الرياح، هي ما موجودة عندك بس حتى انت تعرف شنو كلمة نحت وشنو كلمة ارساب. هنا أنا راح يصير عندي عاملين، تجي أما الرياح أو المياه الجارية تنحت بالصخر، واضح؟ إذا كانت خلينا نقول رياح، إذا شوف هذا مثلا جبل، هذا جبل وصارت عندي هنا رياح، طبعا الرياح تكون شديدة وقوية يعني مو رياح هادئة. هذه الرياح إيش راح تسوي؟ تبدي هنا الرياح تنحت بالصخر اللي هو بالجبل، هذه عملية نحت، نحتت هذا المكان. ايش راح يؤدي انه من ذا تنحت؟ معناها تفتت الصخور. من فتتت هذه الصخور الرياح عند مسيرتها تنقل معها الأتربة والغبار وتنقل الحصى الصغيرة والحصى الكبيرة إذا كانت رياح جدا شديدة، فوين راح تروح؟ ترسبها إلى، راح تصير عملية إرساب، راح ترسبها إلى أماكن أخرى بعيدة عن أماكن النحت، فكونت عندي مثلا هنا السهول الساحلية والرسوبية الواسعة. إذا ظهرت عندي ممكن أيضا المياه الجارية نفس عمل الرياح، أيضا إذا كانت مياه جدا قوية وين تبدي تنحت؟ في جوانب النهر تنحت هنا وهي تجري، تنحت أيضا هنا وتأخذ معها الحصى والرمال والغرين وكثير من المواد اللي تحملها، ومن ثم ترسبها في أماكن أخرى. زين هي ليش رسبت هنا الأنهار؟ ليش رسبت أو الرياح ليش رسبت؟ لأن ضعفت قوتها، بعد ما بيها حيل تشيل هذه الأتربة والحصى والرمال والغبار، بعد ما بيها حيل تحملها وياها، فمن تضعف قوتها تبدي ترسب هذه المواد. هذه كمعلومة خارجية هي ما موجودة عندك، بس من تيجي تقرأ شنو عوامل النحت وعوامل إرساب إن شاء الله هذه إلى أن تصل إلى الخامس إعدادي هذه موجود عامل موضوع النحت والإرساب. إذا موضوعنا كان لهذا اليوم موقع العالم العربي الفلكي والموقع الجغرافي
وقلنا هذا الموقع له أهمية أنه حلقة وصل راح يصير من شرق العالم وغربه، فتصبح هنا لمعظم الطرق البرية والجوية والبحرية، إضافة إلى ذلك أنه يشرف على كثير من الممرات البحرية واللي ساعدت على حركة التبادل التجاري، وإضافة إلى إشرافه على العديد من المسطحات المائية من بحار ومحيطات وخرجان. وأخذنا المضايق اللي هي مضيق هرمز وتيران وباب المندب وجبل طارق ومضيق قناة السويس. لاحظ هنا النقطة اللي ذكرتها هنا، نقول هنا يتواجد تضاريس العالم العربي أنه يشرف على كثير من البحار. شوفوا وياي، هذا البحر المتوسط، وهنا عندنا المحيط الأطلسي. احنا قلنا شلون يمتد؟ يمتد من المحيط الأطلسي غربا إلى الخليج العربي شرقا، بهذا امتداده راح يكون من المحيط الأطلسي غربا نحو الخليج العربي شرقا. إذا راح يشرف عندي على المحيط الأطلسي وعلى البحر المتوسط والبحر الأحمر والخليج العربي وخليج عمان وخليج عدن، وعدنا طبعا هذا هو المحيط الهندي واللي هو المحيط الهندي. أما المضايق مثل ما ذكرت لك إياها متواجدة هو مضيق هرمز ومضيق باب المندب ومضيق تيران وقناة السويس ومضيق جبل طارق. التضاريس أما ترتفع إلى أكثر من 400 متر فوق سطح الأرض أو تنخفض إلى أقل من 400 متر تحت مستوى سطح الأرض. إذا كان هناك انخفاض مثل عندنا البحر الميت اللي يقع بين الأردن وفلسطين، أما إذا كان عندي ارتفاع اللي نقصد به السلاسل الجبلية مثل سلاسل جبال الأطلس في المغرب العربي، وأنا ذكرت لك بالدرس اللي يجي إن شاء الله راح ناخذ السلاسل الجبلية اللي معناها أنه هي أكثر من 400 متر، أما في سلاسل جبال العراق أو في المغرب العربي أو في بلاد الشام ونشوف القمم الجبلية اللي بها. إضافة إلى ذلك إحنا نقول هنا العوامل المؤثرة في تشكيل هذا السطح أما تكون حركات التوائية، الحركات الالتوائية سوت لي سلاسل جبلية، أو عندي حركات تصدع وانكسار وهبوط في القشرة الأرضية في كتلة القشرة الأرضية، فأدى هذا إلى هنا انكسار الوطن العربي وقسمه إلى قسمين، جزء شرقي وقسم غربي. إضافة إلى ذلك عوامل النحت والإرساب اللي أنا وضحتها بالنسبة للمياه الجارية والرياح. شوف إذا إحنا نريد هنا على الخريطة، إذا إحنا نقول هنا انقسامه إلى كتلتين، لاحظوا وياي هذا البحر الأحمر هذا وهذا خليج عقبة، هذا البحر الأحمر وهذا خليج عقبة، هنا مضيق تيران وهذا خليج عقبة، إضافة إلى خليج عدن. دي يقول هذا الجزء، هذا الجزء هو صار بانكسار وهبوط، ففصل العالم العربي إلى القسم الشرقي وإلى القسم الغربي. لاحظ هو لولا هذا البحر الأحمر لأصبح كتلة أرض واحدة، بدون هذا البحر أصبحت كلها كتلة يابسة، لكن لحدوث هذا الانكسار الأخدودي اللي صار فصار عندي تباعد في الوطن العربي بالقسم الشرقي وفي القسم الغربي. طبعا هذا التباعد اللي صار هو مبين البحر الأحمر يعني معناه ممتلئ بالمياه، مدام صار عندنا هنا بحر فقسم القسم الشرقي عن القسم الغربي. هذا كان موضوعنا عن موقع العالم العربي، سواء كان موقع فلكي سواء كان موقع جغرافي. إضافة إلى ذلك إحنا عرفنا مساحة العالم العربي 13.53 مليون كيلومتر مربع. هذه المساحة الكبيرة والامتداد الكبير وفر كثير لأبنائه، وفر شنو؟ وفر عندي تنوع محاصيل زراعية، وفر عندي تنوع في تربية الحيوانات، في استثمار الموارد المعدنية، إضافة إلى ذلك تنوع فرص العمل هنا راح تصير أيضا في هذه في هذا المكان. إضافة إلى ذلك إحنا راح نقول المساحة راح تنقسم بين القسم الأسيوي وبين القسم الأفريقي، 29.2% هذا في قسم أسيوي و 70.8% هذا في القسم الأفريقي. إذن هنا وين راح يكون الوطن العربي مساحته أكبر؟ في أي قارة؟ في قارة أفريقيا. أما أنه يمتد من المحيط الأطلسي غربا نحو الخليج العربي شرق. وأخذنا المضايق، فصلنا المضايق والمساحة وموقعه في الآن. إلى هنا عزيزي الطالب أنهينا درسنا لهذا اليوم، وإن شاء الله ألتقيكم على درس آخر من دروس الاجتماعيات الثاني متوسط، وشكرا.